مسؤولية القوات الإسرائيلية عن مقتله. وأوضح المسؤول الفلسطيني أن سبب وفاة أبو عين إذن استنشاقه الغاز المسيل للدموع وتعرضه للضرب. نعود ونذكر أن عملية التشريح شارك فيها أطباء أردنيون وإسرائيليون متخصصون في الطب الشرعي استجابة لطلب رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله. وفي هذه الأثناء يشيع الفلسطينيون جثمان الوزير الفلسطيني زياد أبو عين الذي لقي حتفه أمس خلال المواجهات مع القوات الإسرائيلية في بلدة ترمس عيا في شمال شرق رام الله. وكان أيضا مراسلنا في رام الله قد ذكر في إفادته أن القيادة الفلسطينية قررت تأجيل الرد على مقتل زياد أبو عين إلى يوم غد، كما قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن جميع الخيارات مفتوحة للرد.